الحياة في العائلة من الاثنين للجمعة مع التسعة متاسباح. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. انتم تسمعوا في الحياة فام إذاعة القيروان للصحة. هذا موعد جديد من برنامجكم الحياة في العائلة، واللي الحقيقة اخترنا الأسبوع هذا أنه نحكيه على العودة المدرسية بكل تفاصيلها، بكل الجوانب متاحة اللي خص الأوليات، لامذة الإطارات التربوية، المحيط المدرسي وغيرها من المواضيع. كل عادة معكم سهام حمدي كوتي ميكرو، عزيز الهلالي كوتي كونسول، وضيفتي المرة هذه مدام مريم الهمامي الأخصائية النفسانية المدرسية. وبالمناسبة نسلموا على مدام سونيا إجبالي الأخصائية النفسانية اللي هي كانت ضيفتنا القارة في البرنامج واللي ما تمكنتش باش تكون معنا، نسلموا عليها برشا. موضوع اليوم هو الاستعداد للعودة المدرسية أو التحضيرات للعودة المدرسية. كيفاش نجموا نحضروا العودة المدرسية باش تكون سنة دراسية ناجحة إن شاء الله. نرحبوا بضيفتنا مدام مريم الهمامي الأخصائية النفسانية المدرسية. مدام مريم، مرحبا. مرحبا ومرحبا بكم الكل، ومرحبا بكافة المستمعين إذاعة الحياة. مرحبا بك مدام مريم. اليوم قربت العودة المدرسية، قرب 15 سبتمبر. استنسنا بالعطلة، تلامذة استنسوا يرقدوا وقت ما يحبوا، ياكلوا اللي يحبوا، يقوموا وقت ما يحبوا. توا باش يتبدل النظام الكل، حبينا نحكيوا معك بأكثر تفاصيل كيفاش نجموا نحضروا صغيراتنا للعودة المدرسية، واسكو الولي زاد يحضر روحه والا لا؟ اي هو الحقيقة في عاداتنا وتقاليدنا عنا شوية للتحضير للعودة المدرسية، معناها ديجا عنا منها العادة هذية، هكا من آخر أوت نبداو نخمو في شكون باش يبدا يعاود يراجع شوية حاجات اللي قراهم. في نبداو نخمو شنيا معناها الأدوات، وشنيا باش نعملو، وشنيا باش نشريو، وين باش يقرا صغير، وباش يقرا في البلاصة اللي هي جديدة ولا لا. دونك عنا منها الحاجة هذية في تقاليدنا، خلينا نقولوا. به مدام مريم، كيفاش نجموا نتخلصوا من هاك الكسل بين ظفرين، الكسل نتاع العطله والراحه والنوم وقت ما تحب وتقوم وقت ما تحب؟ كيفاش نسنسوا صغيراتنا بريتم جديد، ولا نعودوهم نبداو على بكري شويه نعودوهم زعما بريتم جديد، ولا كيفاش؟ هو لازمنا نبداو نعودوهم معناها بريتم جديد هذايا أبغتيغ كيما قلنا آخر أوت أول سبتمبر نبداو ننظموا الوقت نتاع النوم نتاعنا. مثلا كنا نسهروا بزيد شوية في العطلة ونخرجوا خاطر، هاكا نبداو نراجعوا شوية ريتم نتاع النوم، ننظم شوية معناها نرجعوا للنوم على بكري، نبداو نحكي شوية على إذا نعملوا ديزاكتيفيتي صباح، مش بالضرورة قراية ولا حاجة، أما خلينا نحطوا أنشطة مثلا الصباح باش نسانسو روحنا، نرجعو ناخذو الريتم تاع انك تقوم صباح عندك الحاجة باش تعملها هذيك في وقت معين. دونك هذايا نبداو بيه معناه لو قيتو توا، خلينا نقولو نجم قيتو على القليلة في التحضير النفسي للتنظيم نتاع الوقت والتنظيم نتاع عاداتنا اللي كانت قبل في ايامات الدراسه. باهي مدام مريم، على الصعيد النفسي ديما نحكي، وبالنسبه للصغيرات نتاعنا كي باش يرجعوا معناها يبدا هو ساعات مش متقبل، مش حاضر نفسانيا انه يرجع للقرايه بعد العطله بعد الكسل هذاك. هل كيف انه فقط ننظم النوم وهكا ونعملوا كان عندنا قضيه نقضيهم الصباح، والا كيفاش نعملوا بالضبط باش هو زاد ترجع عنده الرغبه نتاع العوده المدرسيه؟ كيفاش نرغبوه معنا في العودة؟ هو لازمنا نعاودوا نعملوا هكا تحريك للاندفاع وكل التحفيز نتاع العودة المدرسية. هاو كان نجموا بشوية بشوية ونحنا قاعدين نتذكروا هكا شوية ذكريات نتاع كي كنا نقراو، شنو عندنا أوقات ممتعة، هاو كان نتقابل مع الأصدقاء نتاعي، يعني نحاولوا نذكروا بشوية كان حتى ذيك في حاجات محلاهم معناها. هكا نبداو نسترجعوهم، كان خذينا الادوات نبداو نتصفحوا شويه بعض الكتب، زعما باش نقرا العام الجاي شنو هي الحاجات اللي يمكن انا نعرفهم ولا ما نعرفهمش، بالك شي خويا قراها الحاجه هذيك، يعني نعاودوا نحكيو معناها باكثر من المده اللي ما حكيناش فيها على القرايه، وكنعاودوا نجبدوهم اما بحاجات باهيه كيما قلت لك، اني نعاود نتقابل مع صحابي والا نتسائل زعما باش نقرا مع صحابي نتاع قبل والا لي، وعنا وقتك الراحه والريكرياسيون باش نتلموا مع بعضنا. مدام مريم، يعني حتى مدام مريم، وحتى كان مثال الاصدقاء يبداو بعاد شويه ماهمش في الحومه ولا ما يسكنوش قريب، مثالش ننشطوا الاتصالات ويتصلوا صغيرات ببعضهم، الكل هذه حاجات تحفزهم باش كو سوا يتصلوا والا يتذكروا اللي هما
أصحابي اللي مريتهمش في العطلة ها وقريب نعود نشوفهم. ديجا معناها هكا ما عادش باش نعاود نشوف صحابي كلي مريتهمش، يعني كأني توحشت صحابي. دونك أكل الحاجات الممتعة اللي كنت نعديهم في المدرسة هاني قريب نرجع لهم شوية بشوية، نعود نحركوا كما قلنا كالاندفاع للعودة المدرسية وتخلينا أكثر معناها نرجع نحبوا نمشيوا للمدرسة. باهي مدام مريم، على الصعيد العائلي أكيد برشا حاجات باش تتغير على الصعيد العائلي، لأنه البو والأم ساعات كي يبداو يخدموا باش يتبدل النظام نتاعهم باش يوليو يوصلوا ولادهم. كيفاش العودة المدرسية تنعكس على العائلة في الفترة هذه خاصة بعد عطلة مطولة؟ بالنسبة على الصعيد العائلي هو راهو إذا كان تنظمنا في كما قلت لك عودنا خلينا كريتوال نتاع السيستم نتاع القراية وكل، حتى لي بارون باش يرجعوا بنفس الريتم، فهمت؟ باش يلقاو باش يعملوا هكا كما نقولوا كاين أمبلوا كيفاش باش يرجعوا يعيشوا هكا الوقت هذايا باش نخرجوا فيه. ماذا بينا وقت التحضيرات باش نخرجوا للمدرسه والا للخدمه كل ما نخليهوش وقت ضيق باش ما يتخلقش فيه برشا ضغط. معناها ماذا بينا كل شيء منظم في وقت مريح باش كي نخرجوا كلنا ما عندناش حتى ضغط. معناها وقت اني باش نوصل لصغير اللي نعطيه الوقت الكافي باش ما نبداش نضرب بيا في ساعه باش نخلطين على خدمتي وكل. دونك كي نعملوا هكا اون بون جيستيون تاع تقسيم وقت، كل حد ياخذ الوقت الكافي باش يعمل التاش المعينه هو اللي مساعدته، نتصور حتى لي بارون ما عادش يلقاو معناها صعوبات حتى هما وياخذوا ان ريتم معناها اللي بعد معناها باش يولي معناها يفو مانتينيغ هكا الريتم هذاك اللي مريح لهم الكل. من بين التحذيرات زاد مدام مريم يظهر لي النظام الغذائي يدخل في التحذيرات، العائلة تبدا تحضر في روحها كيفاش باش تولي، خاطر في العطلة نظام الغذائي تعرف انت يتبدل وتولي صغيرات ياكلوا اللي يجي واللي يحبوا هما. معناها اما في العودة المدرسية ذولي زاد العائلة من بين الأمور اللي نجموا نظموها هي الغذاء، كل ما يتعلق بالغذاء بالأكلة باللمجة هكا ولا اي هو كله معناها ستانتو كله معناها مربوط ببعضه. النظام الغذائي زاد مهم جدا خاصه للصغيرات كل، وخاصه اذا كان يحبوا الصغار في العمر واذا كان يحبوهم معناها يرقدوا في وقت معين وما يسهروش برشا، ماذا بينا نقص من كل ما وهكا سكريات في الليل باش خاطر تنشط شويه سكريات كل. دونك ماذا بيه الصغير الولي ياخذ فكره على تنظيم نتاع الماكله نتاعو، تكون ماكله صحيه ما تكون ماكله فيها منافع للصغيرات. فما حاجات تقليديه متاسين بهم معناها نرجعوا لهم علاش لا. دونك وي حتى التغذيه عندها دور مهم في حتى في النمو نتاع الصغير اللي هو معناها بقطع النظر للعوده المدرسيه ولا مش العوده المدرسيه. حتى ساعات في الصيف كانت حلو فك الحاجات اللي هكا مش شارع خلينا نقولوا معناها الماكله السريعه وكل والصغار يحبوها وكل، هكا في الصيف في مع العوده المدرسيه يظل كل شيء يرجع للنصاب نتاعو ونرجعوا هكا ميلا يكون اكثر منظم. فوالا ميلا نبداو ونقولوا للناس اللي يسمعوا فينا الكل، نقولوا لهم كيما تبداو تنظموا النوم من توا نتاع صغيراتكم، حتى زاد الغذاء والنظام الغذائي زاد تبداو من توا تنظموا فيه. حاولوا ياسر مهم جدا انه كيما كل شيء كيما ننظموا الوقت نتاعنا نتاع لي تاش نتاعنا، كيما ننظموا توقيت النوم نتاعنا، كيما ننظموا التوقيت نتاع لي زكتيفيتي نتاعنا، كيما ننظموا النظام الغذائي نتاعنا. اذا كان قدرنا نحن انه هكا نمثلوا الماكس تمام تاع الحاجات هذوما وحاولنا ان نعطيهم حقهم اللازم، يعني نورمالمون نعيشوا على قليله باقل ضغط في حاجات اخرى. باهي مدام مريم، مش نسالك على التليفونات والانترنت اللي توا ولي جو زيد اللي يلعبوا فيهم صغيرات في العطله، كيفاش زيد يظهر لي مشمولين زيد وقيت انه نبداو نقصوا من الاستعمالات نتاعهم هكا ولا؟ هو نورمالمون رانا منقصين من اول، ومعناها نورمالمون راهو معناها صغير عنده وقت معين خاطر هما معناها الحاجات هذوما توسكي الكترونيك وكل شيء يزيد يسنس الصغير بالتوسكي معناها ما يخليوش يعمل على روحه باش معناها باش يبخل شويه مستانس بحاجه هكا الكترونيك بعد باش يرجع الحاجة التقليديه ورقه وستيلو وكل. دونك هذوما نورمالمون من اول
معناها من اول ما بدا صغير يعرف هالتليفون وهالجو فيديو وكل، فما مورا تراه عامل هكا اون بون جيستيون، طريقه محكمه كيفاش يتعامل معاهم بالوقت وكل. وهذا يخلينا نحكيو على دور الاولياء مدام مريم، مهم ياسر دور الاولياء معناها باش ينظموا وقت صغارهم. ولا اذا كان صار كما نقولوا بين ظفرين انفيلات في التعامل مع الحاجات هذوما، وقيت باش نفسروا للصغير اللي راهو كنا في عطله، خاطر لازم نحكيو الصغير ونحكيوهم له حاجات واضحه، معناها كلاخ اللي رانا كنا في عطله، يمكن كنت عندك الامكانيه اكثر ومسموح لك اكثر انك خذيت برشا وقت في التليفون ولا في الالعاب هذوما، اما راه تو باش نرجعوا للقرايه، عندك وقت معين في النهار باش تاخذ فيه التليفون والا في اخر الجمعه والا كل بارون هو يعرف الصغير وكيفاش معناها وكيفاش مستانس. مهم جدا انه نوضحوهم الحاجات هذوما، ما يقعدوش هكا نوضي بين البارون كل أتوا يفهم واحد الصغير اللي نحن راجعين للقرايه، وبين الصغير يقول لي مادام ما فهمنيش البارون تاعي يعني انا عندي الحريه كما كنت. واضح. دونك نوضحوهم من اولهم باش يكونوا امورنا واضحه. يعني مهم ياسر نحكيو مع صغيراتنا ونهيئوهم نفسانيا للعوده المدرسيه، خاطر باش تشمل تغييرات في كل شيء، يعني في النوم، في الغذاء، في اللعب، في اوقات الفراغ وغيرها. نختم معك مدام مريم، نصائح للأولياء ولا للتلامذة باش يكون سنة دراسية ناجحة إن شاء الله. باش تكون سنة دراسية ناجحة ما نعرفش، أما خلينا نقولوا باش نكونوا عودة بلوز موا إيكيليبغي. بالنسبة للنصائح خلينا أقيد أن نبداو نحكيو على المدرسة وعلى العودة المدرسية أتخافيغ، معناها من خلالك التحضيرات هذوكم تاع الأدوات تاع الحاجات اللي نعملوهم الكل، نبداو في تنظيم التوقيت نتاعنا والنوم، ونبداو زادة أن نخليو فما أنشطة نعملوهم في النهار باش نرجعو هكا كريت نتاع مش نرقدو نهار كامل وإلا نخرجو، معناها فما أنشطة معينة يبداو في وقت معين ويوفيو في وقت معين. نبداو نتصفحوا كما قلت لك بعض الكتب، نبداو نشوفوا الحاجات هكا نراجعوا نحطوا ورقه وستيلو قدامنا، مش مراجعه معناها بأتم معنى الكلمه، ما زلت هكا كما نقولوا ملامسه للحاجات نتاع الدراسه نتاعنا. فوالا، وكما قلت لك نحكيو فيه الموضوع ونحطوه هكا على الطاوله ونرجعوا باش نتهيئوا كل سؤال بارون والا الصغير للعوده المدرسيه في ظروف ان شاء الله طيبه، مع ان زينا بدنا نذكروا اللي معناها مازالت الاوضاع الوبائيه تستحق، معناها تستحق متابعه كل، زينا نذكروا الصغيرات باللي جيست باغيير وبكل ما هو معناها بالاحتياطات نتاعهم، من غير ما نخافوهم اما نذكروهم باش ياخذوا احتياطاتهم واجراءات الوقايه. دونك مدام مريم، موضوع الساعه في العائله كي نقعدوا توا نتلموا، اللي عنده صغيرات يقراوا لازم يبداوا يحكيوا على القرايه والقسم والصحاب والكتب والادوات وغيرها، هكا باش نكونوا تهيئنا الكل كعائله كامله، سواء لي بارون والا الصغيرات للعوده المدرسيه. واحنا بطبيعه قلت اللي احنا باش ندخلوا في سلسله من الحلقات من برنامج الحياه في العائله باش نحكيوا على كل ما يخص العوده المدرسيه، باش نحكيوا زياده على الادوات وشرائها والمتطلبات وكل. شكرا لك مدام مريم الهمامي الاخصائيه النفسانيه المدرسيه، كنت معنا اليوم. شكرا على النصائح اللي خاصه اكدت مدام مريم على ضروره الالتزام بالبروتوكول الصحي وتوعية صغارنا على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، من غير ما نخوفوهم ولكن نأكدوا عليهم باش يلتزموا بهذه الإجراءات. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم الحياة في العائلة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في الأمان. الحياة في العائلة من الاثنين للجمعة مع التسعة متاع الصباح.